تعيش مدينة سطات على واقع مجزرة بيئية خطيرة، بطلتها مقاولة مفوض لها بصفقة من وكالة الحوض المائي لأبرقراق الشاوية، وذلك قصد تهيئة واد ليمومن الذي يشكل أحد الروافد الرئيسية لواد بوموسا بالمدخل الجنوبي لمدينة سطات. وفي تفاصيل هذه الكارثة البيئية، وثق سكوب ماروك إقدام المقاولة المذكورة سلفا على رمي مخلفات الإسفلت والأتربة من الردوم ومخلفات أشغال تهيئة واد ليمومن في سليل واد بوموسا وبضفافه، ما يضرب في عمق كل المجهودات التي بذلتها السلطات الإقليمية والمنتخبة بسطات لتنقية واد بوموسا خلال فترات سابقة. الجمعية المغربية لحماية البيئة والتنمية المستدامة دخلت على خط هذا الملف من خلال رئيسها الدكتور يوسف بالوردة الذي انتقل لمسرح الجريمة البيئية، حيث عاين كتبان مرتفعة من الأتربة والإسفلت المستعمل قبل أن يؤكد أن بقاء هذه الردوم في مجرى واد بوموسا وبضفافه سيشكل لا محالة عوائق للسيل المائي، الشيء الذي يهدد الساكن المجاور خاصة وباقي ساكنة عروس الشاوية بخطر الفيضانات، ويحتمل أن ينسف كذلك كل المجهودات المبذولة سابقا ويبدد الأموال العمومية التي صرفت على حماية سطات من الفيضانات. عبد الرحمن عزيزي رئيس جماعة سطات دخل على خط هذه المأساة، حيث راسل عامل إقليم سطات في نفس الموضوع قصد التدخل وأبرز لسكوب ماروك. بالنسبة للأتربة اللي هي متراكمة الآن في يعني الطريق المؤدية إلى السوق الأسبوعي، هذه بالنسبة لنا كنعتبرها كارثة بيئية، ودرنا مجهودات كبيرة جدا بالتنسيق مع السلطات المحلية ومع الوزارة المكلفة بالماء، لأنه هذا المشروع هذا كيتعلق يعني بتهيئة واد ليمومن، واللي كنطمحوا أننا خصنا نهيكلو خصنا نقادو باش يحميو مدينة سطات من الفيضانات، وهذا مشروع اتفاقية بين الجماعة ديال سطات وبين وزارة الداخلية وبين الوزارة المكلفة يعني بالماء. هذا المشروع مهم كنعتبره جد مهم، لكن المقاولة اللي هي كتشتغل على هذا المشروع هذا حاولت أنها يعني تتخلص من هذوك الأطربة وتلوحوا في واحد المكان اللي هو قريب لها جدا، وهذا الشيء بدون اتفاق مع الجماعة بدون استشارة مع السلطات لا المحلية ولا الإقليمية. وبالتالي البارح كان عندنا يعني لقاء مع المسؤولين على هذه المقاولة، واللي حتيناهم على أساس أنهم غادي يحيدوا هذه الأطربة كلها، وهم ما زال غادي يسترجعوا واحد 20% منها لكي يعودوا يردوها يعني المكان ديالها، ولكن 80% خاصها كلها تهز وتمشي لا ديشارج بيبليك، لأن المقاول ملزم وفق دفتر الشروط والتحملات أنه يتخلص من هذه الأطربة، والمكان المخصص للأطربة هو المطرح العمومي وليس مكان يعني داخل مدينة سطات. من هنا وهناك عامل إقليم سطات مطالب بالتدخل العاجل لدى وكالة الحوض المائي لأبرقراق الشاوية، وذلك لوقف هذه الممارسات التي تهدد ساكنة سطات ومستقبلها بالفيضانات.